راديو الأهرام يقدم أول مشهد. هنتعرف على أول مشهد في حياة كل فنان مع وسام أبو العطا. أهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامج أول مشهد. النهاردة حلقتنا عن أول مشهد سينمائي قام بتصويره الفنان الكبير الراحل صلاح ذو الفقار. وقف حضرة الصاغ صلاح الدين أحمد ذو الفقار قدام الكاميرا وأمامه الفنانة شادية في أول تجاربه السينمائية في فيلم عيون سهرانة سنة 1955. وحسب كلامه كان صوت دقات قلبه أقوى من صوته أثناء التصوير، رغم أنه ضابط شرطة معروف عنه الحسم وأستاذ في كلية الشرطة، وبالمناسبة كان هو الضابط المكلف بحراسة المتهم أنور السادات في قضية اغتيال أمين عثمان سنة 46، لكن كل ده راح قدام هيبة الكاميرا. كانت جملته في أول مشهد له في الفيلم مع الفنانة الكبيرة فردوس محمد أشهر أم في السينما، كان بيقول فيها: مساء الخير يا ماما، أنت لسه صحية؟ كان المفروض أنه في الفيلم طالب في كلية الشرطة وراجع البيت متأخر بعد ما دخل السينما مع أصحابه، ولما شاف مامته سهرانة أشفق عليها من السهر. كان صلاح ذو الفقار محتار في الوقت ده، يا ترى هيستمر في السينما ولا هيرجع تاني أستاذ في كلية الشرطة؟ الحقيقة أن الفيلم ده كان مجرد تجربة لإرضاء شقيقه المخرج عز الدين ذو الفقار، اللي استطاع أنه يرى في شقيقه الأصغر صلاح اللي ما شافوش في نفسه، وهو حبه للسينما، لأن صلاح كان دائما يحب يقضي أوقات فراغه مع أخوه عز الدين في بلاتوهات السينما. المهم استقر صلاح ذو الفقار أنه حينهي دوره ويرجع لشغله في كلية الشرطة. رأيه كان في منتهى الحسم، لكن شقيقه المخرج عز الدين ذو الفقار ما ادالوش فرصة لأي تراجع، ورشحه للمشاركة في بطولة فيلم رد قلبي، واللي أدى دوره فيه ببراعة شديدة جدا، واشتهر بين جمهور السينما في الوقت ده بعبارة عالية ويكا اللي كان بينادي بيها شكر سرحان في الفيلم. ومن عجائب القدر أنه بعد 10 سنين يرتبط صلاح ذو الفقار بشادية اللي شاركته أول مشهد في حياته، ويبدأ معها مرحلة فنية متميزة جدا في حياته أطلق عليها البعض مرحلة شادية، وكانت البداية في فيلم أغلى من حياتي. ده كان سنة 1965، والفيلم ده أنتجه مخصوص عشان يقف قدام شادية. وللأسف رغم نجاح الفيلم فنيا إلا أنه خسر فيه فلوسه وأهم حاجة شنبه، وظهر لأول مرة قدام جمهوره بعد 10 سنين من غير شنبه اللي شاركوا أعظم أفلامه زي الأيدي الناعمة والناصر صلاح الدين والرجل الثاني وغيره. وظهر كمان بتسريحة شعر جديدة، يعني بلغة النهاردة نيو لوك جديد. طبعا ده كله كان بأوامر من شقيقه المخرج محمود ذو الفقار بسبب المراحل العمرية المختلفة للدور في الفيلم أغلى من حياتي. انتهت حلقتنا النهاردة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. أول مشهد. هنتعرف على أول مشهد في حياة كل فنان مع وسام أبو العطا.